هذا السلال، من هذا السلال ننطلق بالتقرير أيها الأحبة. اليوم الخميس الخامس عشر من الشهر الخامس 433، أنشد سحاب الساعة 4:30، فسالت الأودية بقدرها، وانظروا إلى البروق، وانظروا إلى السقايا، وانظروا إلى الجمال، الجمال الطبيعي الرباني لي، وانظروا إلى الجمال والمنظر، منظر يصلب العقول ويصلب القلوب، منظر لا يكاد يرى أحدنا إلا أن يقول سبحان الله على هذا الجمال، سبحان من أوجده هذه الجمال. انظروا